معانا الأستاذة سارة من المنيا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم يا أستاذة سارة، اتفضلي. أنا كان عندي موضوع عايز أحكيه لحضرتك وأخد رأيك فيه. اتفضلي، بس نقوله باختصار لو سمحت. أنا كانت أختي مخطوبة. نعم. وأختي قبل الخطوبة كان هي وابن خالتي اللي هياخدها. طيب. كان ابن خالتي يعني سمع عننا حاجة كده، بس كان سوء تفاهم وطلع غلط. طيب. قبل الخطوبة، فرجع بعد سنة دخل البيت وخطب أخته وجاب لها شبكة. طيب. فالموضوع وصل لوالدي. طيب. بس بعد الخطوبة وكده الموضوع اللي هو موضوع الكلام يعني. موضوع كلام من ناس كده بتكره وناس طيب. عدوة وكده. وبعدين؟ وبعدين هو خطب ولبس شبكة ولبس شبكة وكده لأختي. يلا احنا كده بقى هنتأخر. يلا. ماشي حضرتك. يلا اصل حضرتك ماشي انا ماشي انت حضرتك معلش. عندك الحكي لطيف بس احنا عندنا على الهوا فقولي لي ايه. اصل اول مره اطلع على الهوا معلش. ربنا يحفظك قولي لي السؤال. بس فطبعا في فتره الخطوبه اختي ما بتكلموش، بابا برضه منع منها ايه مكالمه التليفون. طيب. ممكن كل 15 يوم تكلمه في التليفون، مش واخده راحتها معاه في الكلام، ولا بيقعد معاها، ولا في مقابلات ولا اي حاجه. طيب. مانع الكلام دوت بابا بسبب اللي عرفه. طيب. بس هو رجع اتاسف وقال كان سوء تفاهم وغصب عني وناس كانت بعدنا عنكم، والحمد لله فهمت وعرفت. ماشي، فين السؤال بقى يا ساره اللي انت بتتصلي عليه عشان تساليني عليه؟ ايه هو يا ساره؟ بعد كده بقى كان في طبعا احنا عايشينها في الريف وكده، بتيجي الناس بتعيد بتدخل اهل بيدخلوا اهل العريس بزياره وكده وبمناسبه وكده. احنا كده اخذنا كل اجراءات الخطوبه. ممكن تساليني سؤال يا ساره؟ والدي بعد كده جه بقى اتحط في مشكله برضه، اتحط في مشكله ان هم منحهم من كل حاجه هم عايزين يعملوها. طيب ساره انا معاك، هل دوت فعلا من اللي عملوا معاهم فتحط في مشكله وازمه ما كانش عارف يردوا يعني يتكلم معاهم فيه؟ طيب يعني انت قصدك يا ساره هل بابا لما منع ما منعهم من ان هم يتكلموا خالص ولا يجوا خالص هو كده كان بيعمل حاجه صح؟ انت قصدك السؤال كده؟ ايوه. وكانت خالتي ديت هي في الحقيقه بتخاف علينا. طيب عشان خاطري احنا خلينا دلوقتي في السؤال ده، هو ده السؤال؟ ايوه. ما انا بقول لك ايه، يعني هي خالتي ديت في الحقيقه يعني هي بتخاف علينا كويس، فجاب معاها وقال لها انت ما بتخافيش عليهم اكتر. طيب. مني. طيب خليني بقى اجاوب على السؤال. طيب استاذه ساره انا عارف طبعا ان انت عايزه اكتر تتكلمي في حاجه تربويه، عايزه اكتر تتكلمي في حاجه تتكلمي مع حد حسيت ان هو زي والدك، لان والدك مش راضي يسمع الكلام ده، فانا هوجه الكلام لوالدك. بص يا سيدي، الجواز ده ليه تاريخ، فما تعكرش تاريخ الزواج يا حاج. يعني اللي حصل ده هم وقفوا معاك او ما وقفوش معاك، فهو في الحقيقه احنا اللي بنعمل كل المشكلات في الزواج ده. في الاخر خالص بنتك عايزه تتجوز الراجل ده وانت وافقت على الخطوبه، فما فيهاش ملهاش داعي خالص ان احنا نعكر زي ما بيقولوا كده نعكر اللبن، ولازم الناس تتجاوز. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر لنفسي ولا ينتقم لنفسي، فانا رايي ان انت تهدي المسائل وتخلي الناس يعيشوا في اطار المعروف، يعني يتكلموا مع بعض بالمعروف ويتواصلوا مع بعض بالمعروف يعني اللي عليه الأخلاق وعليه القيم. وعشان كده بقول لحضرتك واحدة واحدة، حاول بقدر الإمكان تجمع الناس وتتكلم معاهم وتتكلموا في إطار إن إحنا والله عايزين دايما نكون سند لبعض وداعمين لبعض. الكلام ده هيغير حاجات كتير، لكن الوقوف على الواحدة من دلوقتي هيعلم زوج بنتك المستقبلي إن برضه يقف لها الواحدة. وفي كتير من الأحيان بيبقى في الجواز الزوجين، البنت الزوج والزوجة بيدفعوا فواتير هما ما كانوش مسؤولين عنها. وعشان كده بقول لحضرتك واحدة واحدة، التدخل لا يكون مؤذي، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر ابنتك، لأن ده هيفضل في ذاكرة الزواج، هيفضل ممكن زوج بنتك المستقبلي أو خطيب بنتك ده لما يتجوزوا يفضل محتفظ بهذه الأشياء المؤلمة الموجعة، فبلاش.